طلع بحرب راجع 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 راجع. السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده انا عزيزي جايب لك حلقه وهي بالطبع ايه ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده انا عزيزي حلقه مطرشقه، بس بيني وبينك كده عايزك تخش تدينا ام اللايك الشارخ الفاعل الساح النايح، ولو انت لسه جديد وما اشتركتش في ام القناه انزل اشترك واعمل ام الجرس على الكل، عايزين نوصل ل 300,000 يا صديقي. يلا بينا نبدا الفيديو على خيره الله. وزيع يا ابن والدي. اتفرجوا على البودي بيلدينج، العضلة الأمامية متنية والعضلة الخلفية مهرية. مهرية خالص يعني ما تنفعش تخش الصيانة تتظبط عشان خاطر، يعني انت لسه صغيرة يا حبيبتي، يعني المفروض داخلة على جواز. كمل. عضلة السمانة دايما شقيانة، الكتف والشولتر والبشت والشيست. والشيست كمان ما شاء الله عليك، شكلك بتفهمي وبتعرفي تبحثي في المواقع الزرقاء كويس، فاذا انا يعني اديكي 100% عاش وكل الدعم ليكي. يا بلاش، ما ينفعش نديها جايزه استثنائيه قماش، شكلها بنت ناس. كمل زيع. لا، الست الحلوه بتتعرف من رجلها. من رجلها؟ يعني انت متاكده ان الست الحلوه بتتعرف من رجلها مش من مناطق اخرى؟ من رجلها ولا من قصبة رجلها؟ من تمتيبة قلبها. ارمط فرمط خالص. يعني بص اهو، قالت لك الحقيقه، لازم الست طيبه قلبها تكون حلوه وتكون طيبه يا عزيزي، لان الطيبه يعني خصله جميله في الانسان، وان هي طيبه وطيبه قلبها كبيره، فاذا انا اديها 100% عاش وكل الدعم ليها يا بلاش، زائد جايزه استثنائيه ماشي. انها فعلا لبوه استثنائيه. حكمه اليوم: ما تحطش امل في حاجه علشان امل بتزعل. امال نحط في مين يعني؟ لما ما نحطش الامل في الحاجه، ولا زي ما انت بتقولي كده، انا احط في مين وعزيزي يحط في مين؟ ما احنا لازم نحط امل يعني في كل حاجه طبعا، برضو يعني عشان امل ما تزعلش نحط في اي حد تاني، فاذا نديها 100% عاش وكل الدعم ليها يا بلاش، زائد جايزه استثنائيه ماشي. انها فعلا لبوه استثنائيه. ومين يحس بينا احنا لما الجميل يحس بيكي يعني؟ ايه ده كل ده؟ ايه مأجره الولد بالتليفون سارح وراها وقالت له ايه؟ خش على الشباك، يخش على الشباك ويطلع، يخش على الشباك. خلاص عرفنا ان انت عامله الاغنيه على ايه ده كل ده، وهو فعلا ايه ده كل ده ما شاء الله. طبعا فنانه عالميه، نديها 100% عاش وكل الدعم ليها يا بلاش، زائد جايزه استثنائيه قماش. انها فعلا لبوه استثنائيه. احنا كلنا شفنا الفرق حقيقة، وعزيزي شاف الفرق وعزيزتي شاف، كله شاف الفرق. يعني انا بس عايز اسأل حاجة، هو الحجاب هنا مضاف اليه ولا ايه؟ ها هديكي 100% عاش وكل الدعم ليكي يا بلاش، بطلة كاس العالم للاولمبياد 2017. كمل زيع. هل يجوز رقص المرأة لزوجها او لا يجوز؟ هذا الاستثناء الوحيد. الجواب: يجوز من دون أن يكون مصحوبا بالموسيقى المحرمة. طب ما مولانا قال لك يعني لزوجك ترقصي لزوجك بدون الموسيقى المحرمة زي ما بيقول، فيعني حضرتك رقصت لنا احنا، يعني انا يعني انا مش زوجك ولا عزيزي زوجك، يعني ها يعني روحي ارقصي لجوزك، ها هتلاقيه راجع من السوق شايل الهم وبيسوق، فاذا انا اديها 100% عاش وكل الدعم ليها يا بلاش، زائد جايزه استثنائيه ماش. كمل زيع. انها فعلا لبوه استثنائيه. هتخلصوا علينا انتوا، قسما بالله انتوا اللي هتخلصوا علينا، يعني دقت به الدنيا وراح يعمل هكونا مطاطا حكمة مغنها لذيذ ما شاء الله عليه، وبيقطع بقى ايه بدل ما ياخد البصلة يقطعها على الاكل اللي هو اللي عامله ده، بيحط لك لا يشيل البصل على جنب ياخد ايه الاخضر بتاعه، فنان ما شاء الله عليه، طباخ يعني ربنا يعينه ويعيننا عليه، نديله 100% عاش. كمل زيح. عندي شكة هنا بتخليني اعمل
لا 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 حاسس اني كده هعمل شوش، عندي شكه هنا بتخليني اعمل شوش. ثلاثي اللباوي ما شاء الله عليكم، عاملين زي الابطال الخارقين. بتقولك انا عندي شكه هنا تعمل شك الشيك وتهز الزبادو، ما شاء الله عليها. يعني حرمه جايبه اتنين زيها ما شاء الله، اقلب القدر على فمها تطلع البت لامها، ما شاء الله عليهم جمال جدا، وبندعمهم بالمية في المية عشوه، كل الدعم ليهم يا بلاش، زائد جايزه ثلاثيه قماش. انها فعلا لبوه استثنائيه. كل الاساليب ادهم الجعفري، قول لا 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 انا اركب واقول حار. اوه يا عزيزي. شفت كارت الفكة غلي؟ انت عارف ان هو غلي، بس غلي، بس بقى يدخلك البيوت ويخليك تشوف الناس وهي بتغير هدومها. يعني انت كنت تتوقع انك تشوف واحدة واقفة بالبوكسر بعد كده تلبس هدومها في ثانية؟ طبعا لا. فاذا انا هدي هذه الفنانة لان هي مركبة الوضع على الاغنية، انا هركب وهقول حق، ومدام هتركب فلازم تكون ايه، مش لابسة بناطيل يعني، عشان تبقى الركوب سهل بالنسبة لها. فديها 100% عشوة، كل الدعم ليها يا بلاش، زائد جايزة استثنائية قماش. انها فعلا لبوة استثنائية. عايز تكسب 1000 جنيه؟ بص يا باشا، التحدي بتاعنا في منطقه العبور، انا جاي ادور على اكيله اللي هياكل معايا 30 سندوتش مع الاثنين مشروب هيكسب من مكان 1000 جنيه في 10 دقايق. يا عم كريم التحدي بتاعك صعب. لا يا عم اسمعك، واحد صعبك صاحبي ايه يا معلم وتحدي صعب؟ انت 30 سندوتش يعني ما شاء الله عليا، انا يعني ممكن اقول لك ممكن اكلك انت ذات نفسك 30 سندوتش، واجيب واحد صاحبي ما تخليهم 90 طيب، واجيب ابويا معايا ونخش نظبط الدنيا. يعني ما شاء الله عليك راجل فنان وسبيرو سباتس والدنيا حلوه، خليهم 800 واجيب اصحابي وعيلتي وعزوتي. يعني ما اقول لك ايه، احنا صايمين بقالنا سنتين اساسا يعني، فاذا انا ادي لك 100% عاش وكل الدعم ليك يا بلاش، لكن ده مشروع خيري لازم احنا ايه نكرمه. كمل زيع. هي الاغنيه دي يا جدعان محدش بيلبس لها بنطلون، يعني هي معروفه، اقول لا 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 انا هركب وهقول حق. تبقوني عامل ايه بقى يا العزيز؟ تقول ايه؟ تكون عامل ايه يا العزيزي؟ قلع البنطلون وانت بتصور هذا الفيديو، لان الترند بيقول كده، عشان تركب لازم يكون الدنيا سهله معاك، سلسه بدون اي انزعاج. نديهم 100% عشوه، كل الدعم ليهم يا بلاش، انا مش عارف مالي، زائد جايزه ثلاثيه قماش. انها فعلا لبوه استثنائيه. هيدا السؤال بس لمتابعيني، المؤمن متابعيني ما يجاوب. شو أكتر شي بتحبوا فيني خلاك تتابعني؟ جاوب بالكومنت. لا أنا أجاوب في الفيديو بقى، أنا يا راجل يوتيوبر، فإذا أنا لازم أجاوبك في الفيديو. طبعا اللي عاجبنا فيك يا فنانة وخلانا إن احنا نتابعك ونهتم بأمرك أوي، لأن أنا أول مرة أشوف منشئة محتوى تفوز باتنين بالون دور، ما شاء الله عليها. الذهب يليق بيك يا فنانة، يعني إيه 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 العظمة اللي أنت عاملاها دي؟ يعني ما يعني مش عارف، أنا حقيقة أنا مفيش شنبة بقت موجودة، وأنا إيه الموضوع ده بيجيب لي حموضة، بيجيب لي حموضة وارتجاج في البطين يعني. فإذا أنا يعني إيه اديها 100% عاش وكل الدعم ليها يا بلاش، زائد جايزه استثنائيه قماش. انها فعلا لبوه استثنائيه. ومن هنا يا لعزيزي اوصل لنهايه ام الحلقه، عايزك لا تنسى ام اللايك الشارخ الفيح السايح النايح اللايح، ولو انت جديد تنزل تشترك في ام القناه وتعمل ام الجرس على الكل. واديني يا لعزيزي اهو رجعت لك ام الجايزه الاستثنائيه اللي انت طلبتني بيها. طب انا مش عارف ارض مين، الناس اللي عايزه ولا الناس اللي مش عايزه؟ فانا يعني ايه احاول انوع لك من الاخر. ومن هنا يا عزيز احب ايه اشكركم، سلام.